اهلا بكم من جديد وحلقة جديدة في اسكان وعقارات على قناة يوميات عائلة حسن. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا، هو موضوع العالمين الجديدة. عايزين نعرف اخر التطورات في المدينة، ايه اللي حصل، ايه اللي تم من انجازات، اهم المشروعات الموجودة في المدينة. ياريت تفضلوا معايا لاخر الفيديو، بس اهم حاجة عايزين نعمل مشاركة للفيديو وشير علشان كله يستفيد، لان في مشروعات مهمة جدا في مدينة العالمين الجديدة، سواء اسكان اجتماع او سكن مصر او الابراج العالمين الجديدة. هنعرف كل ده النهارده من خلال الفيديو، بس اهم حاجه هنعمل مشاركه، والناس اللي لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تعمل متابعه، هتدوس وهتفعل الجرس، بعد كده هتعمل الاشتراك الكل علشان يوصل لك كل جديد. النهارده هنتكلم عن اللي هي التشطيبات، الحوالي التشطيبات اللي هي الداخليه والخارجيه ل 15 برج، طبعا بارتفاع الابراج ديت حوالي 42 دور اللي موجودين في المنطقه الشاطئيه بمدينه العالمين الجديده. طبعا جاري تنفيذ عده ابراج ومشاريع اخرى غير الابراج ديت، حوالي اللي هو سكن مصر والاسكان الاجتماعي ومنطقه الفيلات ومنطقه التراثيه وجامعه العالمين الجديده. كل ده هنتكلم النهارده عنه من خلال الفيديو. طبعا الدكتور عاصم الجزار النهارده قال ان تم الانتهاء من اعمال تشطيبات الجزء الشاطئي اللي هو موجود عند الممشى السياحي، طبعا بيبلغ حوالي طوله 7 كيلو متر اللي هو طول الممشى السياحي اللي هو على البحر نفسه. طبعا الممشى ده فيه كل حاجه ومتاح لجميع طبعا المصريين، مش لفئه معينه، لاي حد عايز يروح من فئات جميع الشعب يبدا ممكن يروح ويقعد ويستمتع سواء بالالعاب اللي هناك وبالاماكن، حاجه محترمه وحاجه جميله جدا. هبقى انزل لكم فيديو بخصوص هذا الممشى. طبعا الممشى ده 7 كيلو، طبعا المرحله الاولى منه 750 متر. طبعا تم الانتهاء من اعمال الخرسانات بالمنطقه الترفيهيه، طبعا توسط منطقه الابراج الشاطئيه طبعا بتطل على البحر مباشره اللي هو جنب مارينا على طول. طبعا بتضم جراحة حوالي 3000 سيارة اللي هو جراش، يعني في جراش هناك بيسح حوالي 3000 سيارة، وغير المحلات الموجودة لخدمة الناس اللي هم هيزوروا المكان دوت. طبعا تم الانتهاء اكتر من 80% من هذا الانجاز. النهاردة برضو دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان قال ان تم طبعا تنفيذ مدينة تراثية طبعا مقام على مساحة حوالي 260 فدان، طبعا بلغت نسبة الانجاز فيها حوالي 65%، طبعا بيبلغ اجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، بتشمل البحيرة الرئيسية، الحديقة المركزية، المسجد، الكنيسة، المسرح الروماني، الاوبرا، المباني التجارية، الفنادق في الحي القديم اللي هو مجمع السلمات. طبعا اشار الى ان الاعمال اللي جاري تنفيذها بالداون تاون تجاوزت 70%، طبعا بتضم حوالي 40 عمارة فيها حوالي 1320 وحدة سكنية، طبعا بمواصفات تشطيب الاسكان فوق المتميز ومساحات تتراوح من 90 متر مسطح بخلاف الحديقة، وحوالي 300 متر مسطح لوحدات ليبل روف. قال ان طبعا جاري برضو حاليا تنفيذ حوالي 80 عمارة ب 1920 وحدة بمشروع الاسكان المتميز، بلغت نسبة الانجاز حوالي 85%، بجانب تنفيذ حوالي 4096 وحدة حوالي 128 عمارة بمشروع سكن مصر بنسبة انجاز حوالي 70%. يعني كده المشروعات اللي تم تنفيذها ان شاء الله اللي هو الاسكان المتميز والاسكان سكن مصر والاسكان الاجتماعي، ونسبة الانجاز فيهم حوالي 85%. ده هيتم طرحهم ان شاء الله يعني كم شهر كده باذن الله، وهيتم طرح اليوم. الدكتور عاصم الجزار اشار طبعا ان الحي اللاتيني طبعا على مساحة حوالي 404 فدان بيضم 6 مناطق بها حوالي 249 عمارة سكنية، بلغت نسبة انجاز للاعمال الخرسانات حوالي 75%، بجانب تنفيذ كومباوند بمساحة حوالي 700 فدان سكني تجاري بالمنطقة الشاطئية، بالإضافة إلى تنفيذ جامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا العالمين الأهلية، طبعا بلغت نسبة التنفيذ بتاعتها حوالي 73%، بيجري حوالي تنفيذ حوالي أعمال المرافق المختلفة لهذا المشروع. ادينا شايفين على ارض الواقع ايه اللي تم انجازه وايه الحاجات اللي موجوده، طبعا حاجه محترمه تليق بالمواطن المصري
طبعا وزير الاسكان ركز على الانجازات اللي فعلا بتحصل حاليا على ارض الواقع، سواء في الاسكان الاجتماعي، في سكن مصر، في دار مصر، في الاسكان الفاخر، حاجه تليق فعلا بنا. فاحنا دلوقتي اتكلمنا على موضوع السكن حتى اللي هيطرح ان شاء الله خلال يعني ايام معدوده باذن الله. اتكلمنا عن موضوع التاون، الداون تاون اللي هو نسبه انجازه 70% اللي بيضم حوالي 40 عماره. واتكلمنا عن سكن مصر، واتكلمنا عن الاسكان المتميز اللي هو الاسكان الاجتماعي، حاجه كويسه جدا وحاجه محترمه جدا. طبعا شفنا الفيديو بيركز على ايه بعض الانجازات اللي تم الانتهاء منها الحمد لله. وشفنا الحي اللاتيني طبعا على مساحه حوالي 404 بيضم اربع حوالي 6 مناطق بها حوالي 249 عماره سكنيه. نسبه الانجاز بلغت حوالي 75%. شفنا طبعا التنفيذ كومباوند على حوالي 700 فدان سكني تجاري، ده برضو ان شاء الله هيتم طرحه باذن الله. ده وشفنا جامعه العالمين الدوليه للعلوم والتكنولوجيا اللي هي الجامعه الاهليه، طبعا بلغت نسبه التنفيذ فيها حوالي 73%، غير اللي طبعا بيجر ان شاء الله تنفيذ المرافق فيها. اهم حاجه يا جماعه عايزين نشوف الانجازات اللي بتحصل كلهم في البلاد على ارض الواقع، سواء في العاصمه الاداريه، سواء في العالمين الجديده، سواء في العشوائيات. مصر فعلا بتتغير، حاجه محترمه جدا، حاجه نفخر بيها امام العالم كله، في الوقت اللي العالم كله الاقتصاد كله واقع والناس كلها خايفه. لا، المصريين اثبتوا فعلا ان احنا شغالين في كل وقت، ما بنخافش من اي حاجه ولا بنهاب من اي امراض ولا اي حاجه. لا، المصريين فعلا يقدروا يعملوا انجاز جديد كل يوم، نفخر امام العالم كله ان احنا بنعمل فعلا المستقبل. ان شاء الله كل ده هيتكتب في التاريخ، وكل الاجيال هتفخر بالكلام اللي احنا بنعمله دلوقتي وبالشغل اللي احنا بنعمله. يعني انا شايف خليه نحل شغاله في هذه المشروعات، سواء في العاصمه، في العالمين، في كل مشروعات الدوله. لا، حاجه محترمه، حاجه نفخر بيها كلنا امام العالم. انا يعني بقول يا رب فعلا ربنا يكرم الناس ديت، زي ما فرحوا مصريين كتير، فرحوا ناس غلابه كتير، فرحوا سواء الناس ولا العشوائيات اللي كانوا الاول ساكنين في اماكن غير لائقه، ودلوقتي نتفرج على جميع الشقق اللي عامله ازاي، حاجه محترمه، وحاجه كومباوند، نوادي على اعلى مستوى. فعلا تحيه للحكومه الموجوده، فعلا تحيه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كل يوم بيثبت للناس انجاز جديد. ربنا يكرمه يا رب ويكرم الناس اللي معاه، والف الف شكر على هذا الشغل وعلى هذا الانجاز العظيم اللي كل يوم بنفخر بيه امام العالم كله. ربنا يوفق مصر ان شاء الله، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اهم حاجه عايزين نعمل مشاركه الفيديو علشان الكل يستفيد ويشوف هذه الانجازات على ارض الواقع. شكرا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.